باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوتر، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أضرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. جذر أي أصل، الوقت الأثر اليسير، المجل النفاخات التي تخرج في الأيدي مملوءة ماء، دحرجته قلبته، فنفط ورم، منتبرة مرتفعة، ما أجلده، ما أقواه وأشده، ما أضرفه، ما أذكى قلبه.